قلبي صفى قلبي الدوام مجروح حنانك حنانك يا خفيف الروح حنانك قلبي للغياب حنانك يا خفيف حبيبي وقلبي اختارا هويت فيك الجمال البسمة اختارا يا عميق حبيبي وقلبي أطوف يوم أتي بديارك أطوف يوم أتي بديارك أطوف يوم أتي بديارك أطوف يوم أتي بديارك ليالي ينادي أسهارك ليالي ينادي أسهارك ليالي ينادي أسهارك أصور من صميم إحساسي أشعارك جميل بدون تجميل جميل يا جميل بدون تجميل بكل طريف ممدوح حنانك حنانك يا خفيف الروح تألم قلبي للغياب حنانك حنانك يا خفيف اتفنيت في نوعة شبابي شبابي مزامير شعري اطرابي جمال محبوبي محرابي خيالي وحي الهامي مصدر شوقي وآلامي ومهما طبع الجموح أقول ذنب الحبيب مسموح أزول مسموح أقول ذنب يا زول مسموح أنا أقول ذنب الحبيب مسموح يا زول مسموح أقول الصغير مسموح يا زول مسموح أقول ذنب الحنون مسموح يا زول مسموح خفيف الروح أقول ذنب الحبيب مسموح يا زول
من الامل من الالم يا باشمهندس نمشي للعتاب. يا سلام. حسن شرف الدين معانا في استوديو تاني، حيتحفنا بواحدة من الأغنيات برضو قليلة التداول، رغم إنها أغنية جميلة جدا. يا سلام. وأنا بحبها جدا. يا سلام. وعندنا كم إضاءة لازم نتونس فيها عن الأغنية دي، من حيث ما إنها كتبت يا جافي، يعني هي يا جافي يا هاجر، يا جافي يا هاجر، وزي ما قلنا مرتبطه بالعتاب. نعم. كيف حل لك هجري؟ عتاب رقيق كده. يا يعني. سلام يا سلام. نعم. ودائما دائما سبحان الله الاستطلاع هو مقدمه كل الاغنيات بتاعت البعاد والهجر، بتبدا باستعطاف وباسئله، اسئله يعني اسئله ما دارك ما لامك. ايوه طبعا طبعا. وطبعا شاعره وملحنه هو مصطفى عبد الرحمن. ومصطفى عبد الرحمن هو صديق شخصي كان لأبو صلاح، وهو ترك الغنى ولحن لأبو صلاح كثير، ولحن له مدايح برضه، وغنى له مدايح مجاراة لشيخ حياتي والدب سعد، وغنى أغنية جميلة جدا لأبو صلاح برضه غير متداورة اسمها من وحي الغدارف. ولكن احنا الليل عايزين نسمعه في أغنية بتتماشى مع موضوعنا كده، فاللي هي يا جافي هاجر بصوت أخونا وحبيبنا حسن شرف الدين. يمكن مصطفى عبد الرحمن هو الشهير بمصطفى. نعم. مش كان مشهور باسم منطقته اللي هي كوبر. صحيح. مصطفى كوبر. صحيح. نعم. وبعدين من المعجبين به جدا جدا عوض شنبات. عوض شنبات كان معجب جدا بمصطفى كوبر، وبرضو الشاعر الكبير محمد علي عبد الله الأمي برضو كان بيحبه جدا، ولحن له أغنية بعض الأغنيات بعد كده جاء لحن كرامة. طيب مهندس، نطلع من جو المعلومات ده ونمشي لجو الاستدراك. نعم. ليه هي أغنية يعني هي ممكن نقول إنها من أغاني الحقيبة أو من أغاني الإخوانيات، ولا هنتناولها على اساس انها هي برضه من اغنيات الفترات، رغم انها في تداخل كبير بين مصطفى كوبر وابو صلاح، الحته القاعده في منطقه وسطى دي. نعم. رايك فيها شنو؟ انا رايي في التوثيق، يعني في 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 لحد الان يعني المؤرخين او الباحثين ما قادرين يحددوا، يعني احمد الشيخ يغريو عاشر وواكب وكذا، لكن بتيجي تلقاه في بعض الكتب الكبيرة وفي بعض البرامج يعني يصنف بأنه غير حقيبة، مع أنه يعني مفروض هو عايش ولحن وكتب لفنانين الحقيبة. وطبعا مصطفى أكبر منهم، مصطفى عبد الرحمن وعاشر وكتب، فيعني يعتبر فنان حقيبة، بس هو ترك الغنى لأسباب خاصة به، هو ترك الغنى بدري. لكن طبعا ده موضوع ثاني يا مهند، عاوز مساحه ثانيه، عاوز مساحه. ايوه. موضوع الرواد والحقيبه والفصل بين كل مرحله ومرحله. وحسن شرف الدين في استوديو اخر. نعم. منتظرنا عشان نطربنا بهذه الاغنيه والاداء الطروب الجميل. الله يسلمك. الله يسلمك يا حسن، وكل سنه وانت طيب، امتعنا. Yeah.
بقى.